اي 25 ديسمبر هو تتم النهار اللي قبله مي 25 ديسمبر هو النهار اللي النقابات اللي قررت انها تساند تحتضن معناها الثوره وتحتضن الانتفاضه الشعبيه معناها بشكل معناها يعني اكيد رسمي يعني النقابات عملت دعوه للعمال تجمع في ساحه محمد علي كانت لحمه بين النقابيين وبين الطلبه وبين البطلين وبين الناس اللي تحب تسقط الديكتاتوريه معناها انه الناس كل مع بعضها يعني في كتله واحده من اجل اسقاط الديكتاتوريه لانه وصل للحد اللي ما عادش فيه امكانيه الرجوع للوراء. بوليس بن علي كان كابن علي يعني فاشيا دمويا ما عندوش رحمه ما عندوش كان يضرب بشراسه وبكل الطرق كما قلت لك يعني بشراسه كبيره معناها ما ثماش اختلاف بين بوليس بن علي وبين بوليس اسرائيل.